نكمل إن شاء الله على المحاضرات اللي أخذناها المرة اللي فاتت. كنا وقفنا على الخصائص بتاعة الديسكريت تايم فوريير ترانسفورم، وشفنا خصائص كتير، وأهم خاصيتين فيهم كانوا الكونفوليوشن بروبرتي والموديوليشن بروبرتي. الكونفوليوشن بروبرتي اللي كانت بتقول لي ده انت لو قدرت تعمل ديكومبوز للانبوت كما لو كانت لينير كومباينيشن من الكومبلكس اكسبوننشال فانكشن، بالتالي انت تقدر تخفف او تضخم، يعني تقدر تقلل الفريكوانسي او تامبليفاي الفريكوانسي بتاع كل من هذه المكونات بشكل منفصل. يعني تقدر تعمل اضمحلال او تكبر بعض مكونات السيجنال بتاعتنا بشكل منفصل، وبالتالي تقدر تحدد مجموعة معينة من الترددات وتعديها من الفلتر، وتقدر تقلل من مجموعة اخرى من الترددات او تلغيها خالص زي ما انت عايز. وقلنا ان انا لو عندي لو باس فلتر زي اللي قدامي ده، لو باس فلتر الفريكوانسي ريسبونس بتاعه زي ما احنا عارفين هو بيعدي باند من الفريكوانسي اراوند زيرو بجين قيمته واحد. احنا قلنا المرة اللي فاتت بيبارس اكزاكتلي with a gain of one الفريكوانسيز اراوند الزيرو، وبعد كده بيإليمينيت totally other frequencies. بس خد بالنا اللي احنا قلناه، ان بحكم ان الديسكريت تايم سيستم الدالة دورية او بريودك مع الفريكوانسي، فهتلاقي الفريكوانسي ريسبونس هو كمان بريودك، لذلك هنلاقي ان الفريكوانسي ريسبونس بيتكرر بشكل دوري. بيتكرر بايه؟ بشكل دوري في اللو باس فلتر، او احنا كنا بنسميها ان الفريكوانسي ريسبونس بيريودكلي ريبيت فور اللو باس فلتر. يبقى هنلاقي بعض الترددات اتلغت بعد الزيرو، هو بيعدي باند عند الزيرو ويز زي ما قلت لك اجين اوف 1 قيمه الجين ده قيمه 1، بيعدي الباند عند النقطة بتاعت الأوريجين اللي هي زيرو، وبعد كده بيلغي لي الترددات التانية. ولكن عند 2 باي وماينس 2 باي و4 باي وماينس 4 باي و6 باي وماينس 6 باي و8 باي وهكذا، هنلاقي التردد بيجي تاني زيه بالظبط زي عند الزيرو، لأن الدالة دي دالة دورية بيريودك ويز بيريود أو أوف 2 باي. With period of a with period of 2 باي. يبقى هيمرر الترددات حوالين 2 باي وحوالين ماينس 2 باي و4 باي وماينس 4 باي وهكذا. على عكس الكونتينوس تايم كان بيسمح بمرور الترددات اللي هي ليها باند معين وبيزيل كل الترددات التانية إلى ما لا نهاية. لكن ده هيزيل كل الترددات التانية، لكن هتبدأ تتكرر السايكل تاني عند 2 باي وماينس 2 باي و4 باي وماينس 4 باي، لان قلت لك انتجر مالتيبل اوف 2 باي. لو زودتها على الفريكوانسي هلاقي الفانكشن بتتكرر بنفس الفورم وبنفس كل حاجه. كويس جدا، يعني هنلاقي الترددات ديت هي زي اللي عند الزيرو، زيها بالظبط زي اللي عند 2 باي وماينس 2 باي. ليه؟ لان الديسكريت تايم فورير ترانسفورم اللي احنا بنسميها الفريكوانسي ريسبونس بتاع السيجنال بتاعتي هو بيريودك مع الايه؟ مع الفريكوانسي. كويس جدا. بعد ما اتكلمنا على اللو باس فلتر، نقدر برضو نتكلم على الهاي باس فلتر. نقدر نتكلم على ايه؟ على الهاي باس فلتر. بطبيعة الحال الهاي باس فلتر بيسمح بمرور الترددات العالية اللي احنا بنسميها هاي فريكوانسي،
ده كان اللو باس فلتر فريكوانسي ريسبونس بتاعه اتش 1، ده هاي باس فلتر بيسمح بمرور الترددات العالية، بيسمح بمرور ايه؟ الترددات العالية. في الكونتينوس تايم كانت كلمة هاي باس او هاي فريكوانسي بتعني الفريكوانسي اللي هي بتروح للانفينيتي، فريكوانسيز ذات جو اوت تو انفينيتي، ده فين؟ في الكونتينوس تايم. كلمة هاي فريكوانسي كانت بتعني الفريكوانسي اللي هي جو اوت تو انفينيتي، الترددات اللي بتروح لانفينيتي، يبقى التردد ايه؟ كبير جدا. انما في الديسكريت تايم الهايست فريكوانسيز، دي فريكوانسيز اللي هي بتجنريت الفريكوانسيز اب تو باي، يبقى لما اقول هاي فريكوانسي في الديسكريت تايم دي هي عباره عن فريكوانسيز اللي هي بت ايه؟ جنريت ذات جنريت فريكوانسيز اب تو باي. ليه؟ لان الداله دوريه بتتكرر كل بيريود اوف 2 باي، كل بيريود اوف ايه؟ اوف 2 باي. بحكم ان الامبالس ريسبونس في الحاله بتاعتي هو هاي باس فلتر، بالتالي هلاقي الفريكوانسيز هاي فريكوانسيز اللي هي فريكوانسيز ذات جنريت الفريكوانسي اب تو باي ماينس باي، اب تو ايه؟ اب تو باي. ولو زودت بيريود عند 3 باي هلاقي الداله بتتكرر بنفس الايه؟ يعني هو بيلغي الفريكوانسيز اراوند الزيرو وبيباص الفريكوانسي اراوند الايه؟ اراوند ده الهاي باس فلتر او الهاي فريكوانسيز. كويس جدا. وبمجرد الداله اللي هي الكومبلكس اكسبوننشال بتاعتنا ما تتجاوز الباي، هنبدا نشوف الترددات المنخفضه مره ثانيه لغاية كام؟ لغاية 3 باي، لأن أنا بزود دورة، الدورة ب 2 باي يبقى باي و 2 باي يبقى 3 باي وماينس 3 باي. يبقى بيلغي الترددات المنخفضة، يعدي الترددات العالية عند فريكونسي عالي اللي هو بيجنريت الفريكونسي أب 2 باي وأب 2 ماينس باي، بعد باي وماينس باي هيبدأ برضو يخفف أو يقلل أو يإليمينيت اللو فريكونسيز، وبعدها ببيريود يبدأ إيه؟ يجنريت تاني الهاي فريكوانسيز اللي احنا بنتكلم عليها. طيب تعال نوضح الكلام ده بالنسبه لي اللو باس فلتر اللي هو بيعدي اللو فريكوانسي، اللي هو بيعدي مين؟ اللي هو بيعدي اللو فريكوانسي. خد بالك اللو باس فلتر او اللو فريكوانسي اللي هو بيعدي اللو فريكوانسي، لو اتحركنا على طول محور التردد اللي هو مرسوم على الاكس اكسس ده، هنلاقي الترددات اللي هي لو دي هتبقى عالية، يبقى احنا ادى اللو يإليمينيت الهاي، وبعد كده تيجي اللو تاني بحكم ان الدولة الدالة بريودك، بحكم ان الدالة ايه؟ بريودك. يبقى خد بالك لو اتحركنا على محور، على طول محور التردد، هتصبح الترددات المنخفضة دي هتبقى عالية، وكل ما نتحرك أكتر على طول محور التردد اللي هنشوفه أو هنشوف، يعني لو وصلنا لـ 2 باي هنشوف نفس الفريكوانسي، هنشوف مين؟ نفس اللو فريكوانسي زي ما قلت لك اللي هي كانت حوالين الزيرو. ليه؟ لأن الفريكوانسي ريسبونس هو بطبيعة الحال بيريوديك، هو هيعدي باند من الفريكوانسي اراوند زيرو على زي ما قلت لك كده جين قيمته واحد، وبعد القيمه دي او بعد الباند ده فروم ماينس اوميجا سي تو بوزيتيف اوميجا سي هيلغي الهاي فريكوانسي، وبعد كده هتلاقي الداله بتتكرر
اللي موجود عند الزيرو موجود عند 2 باي، لان انا قلت لك الداله ديت بيريودك وذا بيريود اوف 2 باي. 0 بلس 2 باي يبقى 2 باي، يبقى عند ال 2 باي هيحصل نفس اللي بيحصل عند الزيرو، وعند ماينس 2 باي هيحصل نفس اللي بيحصل عند الزيرو. يبقى بالتالي في الايديال لو باس فلتر في الديسكريت تايم هنلاقيه بيزيل الترددات العاليه او بيخففها، وبيسمح بمرور الترددات حوالين مين؟ حوالين الزيرو. وفي الهاي باس فلتر هنلاقيه بيزيل الترددات القليله او بيضعفها، وبيسمح بمرور الترددات العاليه اللي هي عند باي وماينس باي و3 باي وماينس 3 باي وهكذا. كويس جدا. يبقى ده الفرق بين اللو باس فلتر والهاي باس فلتر. ناخد بالنا ان احنا شفنا خاصيه الكونفوليوشن وتفسير خاصية الكونفوليوشن بالنسبة لعملية الفلترنج، وقلنا ان في الخاصية دي وبعض الخصائص التانية زي التايم شيفت واللينياريتي والفريكوانسي شيفت والحاجات دي، الخصائص دي كلها بتسمح لنا ان احنا نحلل الأنظمة. أنا أنظمة، الأنظمة اللي بيتم توصيفها كما لو كانت linear constant coefficient difference equation. نفس الكلام ده قلناه في الكونتينوس تايم. يبقى احنا بمجموعة الخصائص اللي قلناها سواء كان الكونفوليوشن أو المودوليشن أو التايم شيفت أو اللينيارتي أو الفريكوانسي شيفت أو حتى بارسيفالز ريليشنز، قال لك بمعلومية هذه الخصائص احنا نقدر نحلل الأنظمة، أي نظام بنتعامل معاه أيا كان، طالما بوصف النظام ده كما لو كان linear constant coefficient difference equation، جاي من electrical، جاي من ميكانيكال، جاي من هيدروليك، جاي من أيا كان طبيعة النظام. طيب تعالوا بقى نفكر في الديسكريت تايم سيستم ونشوف المثال اللي هو الراجل مديهولي ده، والمثال ده بطبيعة الحال بيتم توصيفه كما لو كان linear constant coefficient difference equation. كويس جدا. ده الراجل بيقول لي y of n minus a in 2y of n minus 1 equal x of n، ده first order difference equation. كويس جدا. وفيرست اوردر ايه؟ linear constant coefficient difference equation. حلو جدا. تعال بقى نتعامل مع السيستم ده ونحلله ونشوف الخصائص اللي خدناها هتطبق ازاي. كويس جدا. مبدئيا اول حاجة هنعملها هنحط قيد على السيستم بتاعي او ما يسمى بالانيشيال كونديشن او الانيشيال ريست، بحيث ان السيستم يكون linear time invariant system، وبالتالي هيبقى عندي initial rest على السيستم بتاعي اللي هتخلي السيستم بتاعي causal و time invariant و linear. طالما قلت initial rest معناها ان السيستم بتاعي لابد هيحقق الكوزاليتي، معناها ان طول ما الانبوت بزيرو سواء كان كونتينوس او ديسكريت، احنا في الحاله دي بنتكلم على الديسكريت، طول ما الانبوت بيساوي 0 فور ان ليس ذان اور ايكوال تو 0 هتلاقي الريسبونس بتاع السيستم هو كمان 0. معناها ان السيستم لينير اللي هنشوفها دلوقتي هيحقق لي عمليه الاديتيفيتي والهوموجينيتي. معناها ان السيستم تايم انفاريانت، يعني اي شيفت هحطه على الانبوت لابد ان يحصل زيه في الريسبونس. دلوقتي احنا عندنا سيستم زي ما قلت لك بيتم توصيفه بفيرست اوردر ديفرنس ايكويشن. احنا اتكلمنا قبل كده ازاي نحل الفيرست اوردر ديفرنس ايكويشن. اول طريقه في طرق الحل كانت هي الريكيرسيف ميثود. الريكيرسيف ميثود
كنت بفترض ان الانبوت مثلا بيساوي دلتا ان، واحسب الامبالس ريسبونس بتاع السيستم، واقعد احقق عمليه الريكيرجن. او حل تاني كنت بحله عن طريق ان انا بجيب التوتال ريسبونس بتاع السيستم اللي هو كان عباره عن البارتيكولار سوليوشن بلس الهوموجينيوس سوليوشن، وشرحناها وخدنا فيها كتير بحكم ان قلنا اي سيستم لابد ان انا اطلع له الماثيماتيكال موديل، وبعد كده الماثيماتيكال موديل احله عن طريق ان انا اجيب البارتيكولار والهوموجينيوس. لقينا ان الديفرنشال ايكويشن لوحدها او الديفرنس ايكويشن لوحدها مش قادره توصف البيهيفير بتاع السيستم، فقلنا لابد ان احنا نستعين بالهوموجينيوس سوليوشن. بس الهوموجينيوس سوليوشن كان بيبقى فيها اندترمايند كونستانت، ولابد ان انا افترض الانيشال ريست عشان خاطر اقدر احسب الاندترمايند كونستانت. وانس ان انا جبت اجمعهم الاثنين على بعض، وطالما جبته لابد ان انا يبقى عندي انيشال ريست عشان خاطر اقول له ده واي اوف زيرو بتساوي زيرو، او واي برايم اوف زيرو ايكوال زيرو، او ايا كان، عشان خاطر اقدر احسب الريسبونس بتاع السيستم شكله عامل ازاي. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه، انا ممكن استخدم زي ترانسفورم عشان اطلع السيستم ريسبونس. الحاجه بقى اللي احنا هنستخدمها هنا، هنستخدم فورير ترانسفورم. هنستخدم ايه؟ فورير ترانسفورم. لا زي ترانسفورم ولا هوموجينيوس وبارتيكولار ولا ريكيرجن ميثود ولا اي حاجه، هنستخدم فورير ترانسفورم. كويس جدا. فورير ترانسفورم معناها ان انا هروح اخد فورير ترانسفورم للطرفين. هاخد مين؟ فورير ترانسفورم للطرفين. واي اوف ان هتبقى واي اوف اوميجا، واي اوف ان هتبقى واي اوف اوميجا. واي اوف ان ماينس 1، خد بالك بقى، هستخدم خاصيه الشيفت. هستخدم خاصيه مين؟ التايم شيفت. يبقى اذا واي اوف ان ماينس 1 هتبقى اي اس ماينس جي اوميجا انتو واي اوف اوميجا. اي اس ماينس جي اوميجا انتو واي اوف اوميجا. وباستخدام خاصيه اللينياريتي، ده مضروب في سكيل، فهضرب في سكيل تحت. كويس جدا. واكس اوف ان هتبقى اكس اوف اوميجا. يبقى هنا فقط انا خدت فورير ترانسفورم. واي اوف ان هتبقى واي اوف اوميجا. واي اوف ان ماينس 1 هستخدم خاصيه التايم شيفت، فهضرب في اللينير فيز اللي هي اي اس ماينس جي اوميجا، اي اس ماينس جي اوميجا. واي اوف ان هتبقى واي اوف اوميجا. هحقق خاصيه اللينيرتي، طالما ده مضروب في فاكتور هضرب في نفس الفاكتور. الانبوت اكس اوف ان هيبقى اكس اوف اوميجا. اخدنا كده فورير ترانسفورم للطرفين. نقدر نحل المعادله في فورير ترانسفورم، وبالتالي اقدر اعبر عن الاوتبوت بدلاله الانبوت مضروب في فاكتور. يبقى هقدر اعبر عن الاوتبوت بدلاله الفورير ترانسفورم بدلاله الانبوت هو كمان في فورير ترانسفورم، بس مضروب في كومبلكس سكيل او كومبلكس فاكتور. هحلها في واي، هيديني واي اوف اوميجا بتساوي، خد بالك وانا لو خدت واي اوف اوميجا مشترك، واي كابيتال اوف اوميجا، هيتبقى لنا واحد ماينس اي اي انتو اي اس ماينس جي اوميجا يساوي اكس اوف ان. يبقى واي اوف ان بتساوي، هودي ده نحط تاني معكوس، يبقى واحد اوفر واحد ماينس اي انتو اي اس ماينس جي اوميجا لي اكس اوف اوميجا. يبقى بالتالي المعادلة البسيطة اللي قدامي دي استخدمنا فيها خاصيتين، خاصية التايم شيفت وخاصية اللينياريتي، ونقول إن فورير ترانسفورم للأوتبوت هو فورير ترانسفورم للإنبوت مضروب في كومبلكس فاكتور. وطبقا لخاصية الكونفوليوشن، الكومبلكس فانكشن اللي هي قدامي دي هو ده الفريكوانسي ريسبونس او الفورير ترانسفورم اوف ذا امبالس ريسبونس. الفورير ترانسفورم اوف ذا امبالس ريسبونس، وانا بقول لك الواي بتساوي الانبوت ملتبلايد باي كومبلكس فاكتور. الكومبلكس فاكتور ده اللي احنا سميناه الفريكوانسي ريسبونس او الفورير ترانسفورم للامبالس ريسبونس، لان عندك اتش اوف ان ده هو الامبالس ريسبونس. لو جبت له فورير ترانسفورم هيديني اتش كابيتال اوف اوميجا، ده احنا قلناه من زمان.
ولو حبينا نحسب الامبالس ريسبونس للسيستم بتاعي هروح اجيب الانفيرس بتاع الفريكوانسي ريسبونس عشان احصل على الامبالس ريسبونس. يبقى علاقه الامبالس ريسبونس بالفريكوانسي ريسبونس فورير ترانسفورم للامبالس ريسبونس هو الفريكوانسي ريسبونس وهو الترم اللي مضروب في الاكس اوف اوميجا. لو حبيت احسب الامبالس ريسبونس من الفريكوانسي ريسبونس هجيب فورير ماينس 1 انفيرس ايه؟ انفيرس الفورير عشان احصل على الامبالس ريسبونس. كويس جدا. بنقول في المثال اللي قدامنا ده عندنا امبالس ريسبونس. الامبالس ريسبونس اللي هو اتش اوف ان اللي هو جاي من السيستم بتاعي. اتش اوف ان بيساوي اي ان انتو يو اوف ان فور زيرو للزان اي للزان 1. يبقى الامبالس ريسبونس اللي هو اتش اوف ان ده دي جايه من السيستم بتاعي اللي احنا وصفناه كما لو كان فيرست اوردر ديفرنس ايكويشن. اللي على اليمين ده هو الفريكوانسي ريسبونس لنفس السيستم. هو الفريكوانسي ريسبونس لمين؟ الفريكوانسي ريسبونس الفريكوانسي ريسبونس لنفس السيستم. لو لاحظنا شكل الرسمة بتاعة الماجنتيود اللي قدامنا دي بتاعة الفريكوانسي ريسبونس هنلاقيها تقريبا شبه اللو باس فلتر. شبه الايه؟ اللو باس فلتر، لانه بيميل لاضعاف الترددات العاليه. اضعاف الترددات العاليه حوالين باي وماينس باي والاحتفاظ بالترددات المنخفضه وتضخيمها. بيعمل لها امبليفيكيشن. بيعمل لها ايه؟ امبليفيكيشن. يبقى لو لاحظنا الفريكوانسي ريسبونس الماجنتيود بتاع الفريكوانسي ريسبونس هنلاقيه كما لو كان لو باس فلتر. شبه اللو باس فلتر لانه بيميل لاضعاف الترددات العاليه حوالين ماينس باي وباي وبيضخم وبيحتفظ بالترددات حوالين الزيرو. احنا قلنا اللو باس فلتر هو بيعدي باند اراوند الزيرو وبيضعف الايه؟ الهاي الفريكوانسي اللي هي قيمتها هاي. طيب لو خلينا الامبالس ريسبونس بتاعي معرف على قيمه ايه؟ لان الامبالس ريسبونس معرف بدلاله الاي وده اكسبوننشال ديكاي فانكشن. بس لو خليت الاي في الحاله الاولى انا كنت مخلي الاي ما بين الزيرو والواحد، عشان كده بقول لك زيرو للزان اي للزان واحد، معناه ان الاي بوزيتيف وقيمتها اكبر من الزيرو اقل من الواحد. فدان الفانكشن دي اكسبوننشال ديكاي. وفي الفريكوانسي ريسبونس لاحظنا ان الماجنتيود هو ايفن فانكشن في الفريكوانسي كونتينوس ان فريكوانسي، كمان شبه اللو باس فلتر بيضعف الهاي فريكوانسي وبيامبليفاي اللو فريكوانسي اراوند الاي اراوند الزيرو. بنقول بقى لو جينا خلينا الامبالس ريسبونس معرف بدلاله الاي، لكن الاي في الحاله دي سالب، ماينس 1 للزان اي للزان 0، ماينس 1 للزان اي للزان 0. يعني ايه قيمه سالبه وما بين الزيرو والسالب واحد؟ ايه اللي هيحصل للامبالس ريسبونس في الديسكريت تايم سيستم؟ هتلاقي الامبالس ريسبونس في الديسكريت تايم سيستم بقى بالمنظر ده، هو اكسبوننشال ديكاي زي ما هو، لكن الماجنتيود مره هيبقى بالموجب ومره هيبقى بالسالب. ليه؟ لان قيمه الاي بقت ايه؟ فروم ماينس 1 تو 0. فبالتالي هتلاقي الماجنتيود مره يبقى موجب ومره يبقى سالب، مره يبقى موجب ومره يبقى سالب، وبرده ديكاي فانكشن، سيكونس من الديكاي فانكشن. وهنلاقي ان الفريكوانسي ريسبونس
في الحالة دي بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده شبه ايه؟ شبه الهاي باس فلتر، لانه بيميل لاضعاف الترددات المنخفضة وبيامبليفاي الترددات العالية حوالين ماينس باي وباي. يبقى لو خليت A from minus 1 to 0 الامبالس ريسبونس هيبقى decay function برضو مفيش اي مشكلة، لكن الماجنتيود مرة هيبقى موجب ومرة هيبقى سالب عشان قيمة الـ A. الفريكوانسي ريسبونس هلاقيه بالظبط بقى شبه الهاي باس فلتر، لانه بيميل لاضعاف الترددات المنخفضة والاحتفاظ وتكبير او يعمل امبليفيكيشن للهاي فريكوانسي اراوند ماينس باي وباي. يبقى احنا لقينا ان الفيرست اوردر ديفرنس ايكويشن ليها فريكوانسي ريسبونس. هذا الفريكوانسي ريسبونس بيعتمد على قيمة الـ A، بيعتمد على قيمة مين؟ الـ A. واللي الفريكوانسي ريسبونس بتاعها بمثله ب لو باس فلتر لو كانت قيمة الـ A موجبة، أو هاي باس فلتر لو كانت قيمة الـ A سالبة. زي بالظبط الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن اللي في الكونتينوس تايم سيستم، واللي كنا بنمثلها ب لو باس فلتر. يبقى اللي عايز اقوله، شفنا ازاي بنمثل الفلتر بمعادله من الدرجه الاولى، فيرست اوردر ديفرنس ايكويشن، ودي بتستخدم بكتير جدا جدا في الحياة العملية، زي الفلتر اللي بيستخدم عشان يمثل المؤشر بتاع داو جونز الصناعي، بيسموه داو جونز افريج اندستريال فلتر. طيب احنا دلوقتي هوريكم فيديو بسيط ازاي قيمة الـ A بتأثر على الـ impulse response، وازاي بتغير الـ frequency response من low pass filter اللي هو بيعدي لي band من الـ frequency around 0 وبيضعف الـ highest frequency around minus pi و pi، وازاي يحول من الـ low pass filter نفس الـ differential equation ونفس كل حاجة، وازاي بحول منها لـ هاي باس فلتر عشان اضعف الترددات او بند من الترددات حوالين الزيرو واعمل له امبليفيكيشن عند الهايست فريكوانسي. يبقى احنا هنعالج متوسط داو جونز الصناعي من خلال فيرست اوردر ديفرنس ايكويشن، وهنشوف لما ببدا قيمه الـ A بالزيرو هنشوف شكل الريسبونس بتاع السيستم عامل ازاي. هنلاقي المعادلة بتاعتنا بتعمل باسنج لكل الفريكوانسيز سواء كانت لو او سواء كانت هاي، ولو قيمة الـ A بقت موجبة هتمرر فقط الترددات المنخفضة، وكل ما قيمة الـ A تكبر بالموجب بس تكون برضو ستيل اقل من الواحد، كل ما تقلل الترددات العالية على حساب الترددات الكبيرة، يعني كل ما تقلل كل ما تزود الترددات حوالين الزيرو، يعني تبقى تزود الترددات الصغيرة وتقلل الترددات وتضعف الترددات العالية. ولما تبقى قيمة الـ A سالبة هنلاقي الـ behavior بتاع السيستم اختلف، وبالتالي البيهيفير بتاع الفيرست اوردر ديفرنس ايكويشن هيتغير ويتحول من، او الفريكوانسي ريسبونس يتحول من اللو باس فلتر للهاي باس فلتر عشان يضعف الباند من الترددات حوالين الزيرو ويامبليفاي الباند الثاني حوالين الهاي فريكوانسي اللي هي ماينس باي وباي. تعالوا نشوف نعمل كده ازاي من خلال فيرست اوردر ديفرنس ايكويشن اللي هو بيمثلها بما يسمى الدو جونز اندستريال افريج.
we see here is the Dow Jones Industrial Average over roughly a five-year period from 1927 to 1932. And in fact, that big dip in the middle is the famous stock market crash of 1929. And we can see that following that, in fact, the market continued a very long downward trend. And what we now want to do is process this through a difference equation. Above the Dow Jones, إن الإمبالس ريسبونس هو عبارة عن ألفا أس إن أو أي أس إن لليو أف إن لما قيمة الأي تبقى زيرو بلاقي الفانكشن بتاعتي اللي هو الإمبالس ريسبونس بقى عبارة عن بلصاية بلصاية قيمة الأي هتبقى بلصاية وبالتالي هيعدي كل الباند من الفريكونسي لما أشوف شكل الخارج تحت هيعدي كل الباند And the impulse response will be displayed on an expanded scale in relation to the scale of the input and, for that matter, the scale of the output. Now, with the impulse response shown here, which is just an impulse, in fact, the output shown on the bottom trace is exactly identical to the input. And what we'll want to do now is increase first the parameter A, and the impulse response will begin to look like an exponential with a duration that's longer and longer as A moves from 0 to 1. Correspondingly, we will get more and more low-pass filtering as the coefficient A increases from 0 to 1. So, impulse response بدأ ياخد شكل exponential decay function. وهيبقى هيمثل لو باس فلتر ويعد فقط الفريكوانسيز اللي هي لو ويإليمينيت الفريكوانسي اللي هي هاي فريكوانسي عمال يزود في قيمة الـ A كل ما قيمة الـ A تزيد كل ما The bottom trace in relation to the middle trace, in fact, is looking more and more smooth or low-pass filtered. And here now, شوفوا كل ما قيمة الـ A زادت جدا بس still أقل من الواحد بخمسة وتسعين من مية فهي لسه قيمة أقل من إيه؟ أقل من الواحد وأكبر من الزيرو هنا في الريسبونس بتاع السيستم عدالي فقط اللو فريكوانسي وعمل إليمينيشن للهايست فريكوانسي قد يكون الهايست فريكوانسي ده كارير شايل السيجنال بتاعت اللي هي دي لما راح أعمل له إزالة أو خففه بقى الريسبونس بتاع السيستم عندي we have a fair amount of smoothing to the point where the stock market crash of 1929 is totally lost. And in fact, I'm sure there are many people who wish that exponential decay function have avoided the stock market crash altogether. Now, let's decrease A from 1 back يبدأ يقلل في قيمة الـ A وغاية الـ A أما تبقى 0 هلاقي الـ Impulse Response بقى هو عبارة عن بلصاية اللي هو الـ Impulse وهلاقي الفلتر رجع تاني وبقى عبارة عن Impulse وبالتالي الـ Output بقى هو مين؟ الـ Output بقى هو الـ Impulse Signal اللي داخلة مش أي تغيير Once again, identical to the input, and that's where we are now. All right, now we want to continue to decrease A so that it becomes negative, moving from 0 toward minus 1, and what we will see in that case is more and more high-pass filtering on the output in relation to the input. And this will be particularly evident in, again, the region of high frequencies represented by sharp transitions, which, of course, the market crash of 1929 would represent. So here now A is decreasing toward minus 1. We see that the high frequencies or rapid variation بقى اعلى قيمه في السالب ده شكل الامبالس فانكشن شكله عامل ازاي هنا في الريسبونس بتاع السيستم بتاعي عدالي فقط الهايست فريكوانسي
وخلاها بقى عبارة and عن finally, high pass filter وعمل elimination للو frequency. لو فضل يقلل يقلل لغاية ما يرجع قيمة الـ A للزيرو، على الـ impulse response بقى عبارة عن impulse function، والـ response بقى هو الـ input signal الـ A، الـ input signal response, which is an impulse, in other words, an identity system. And let me stress once again that the time scale on which we في الحالة دي بيسموه الـ identity system. في الحالة دي ايه؟ بيسموه identity system. ما فيش فلتر لأن كل السيجنال اللي داخلة في الـ input بتعدي زي ما هي فين؟ في الخارج. Displayed the impulse response is an expanded time scale in relation to the time scale on which we displayed the input and the output. ده احنا كده شفنا ازاي بنستخدم الفيرست اوردر ديفرنس ايكويشن كما لو كانت فلتر، وده كلام مهم جدا جدا بالنسبه للفلترز اللي احنا بنستخدمه عشان نمثل السيجنالز بتاعتنا، وبالتالي اللو باس فلتر والهاي باس فلتر مهمين جدا جدا. شفتوا احنا عملنا لو باس فلتر وهاي باس فلتر لسيجنالز، عدينا اللو فريكوانسي وعدينا الهاي فريكوانسي فقط بالتعبير عن قيمه الايه، قيمه الايه اللي هي في الامبالس فانكشن. بنقول بالاضافه لخاصيه الكونفوليوشن عندنا خاصيه مهمه جدا جدا زي ما كان في الكونتينوس تايم، الخاصيه دي اسمها خاصيه المودوليشن. الخاصيه دي بتقول ايه اللي هيحصل في الفريكوانسي دومين لما اضرب سيجنالز في التايم دومين. تبقى الخاصيه دي بتقول لي ايه؟ ايه اللي هيحصل في الفريكوانسي دومين لما اضرب سيجنالز في التايم دومين؟ في الكونتينوس تايم سيستم كنا بنقول لو ضربت في التايم دومين هكونفولف في الفريكوانسي دومين. بالنسبة للديسكريت تايم سيستم عندنا نفس الخاصية، بس في فرق بسيط جدا جدا ما بين الاتنين. في الديسكريت تايم في خاصية الكونفوليوشن بيكون التكامل على فترة واحدة، بيكون التكامل على ايه؟ على فترة واحدة فقط في التو باي، وده اللي بنقول عليه البريودك كونفوليوشن. عكس التايم دومين بيكون الكونفوليوشن على انفينيتي، يعني نون بيريودك سيجنال. يعني ايه نون بيريودك سيجنال او ابيريودك كونفوليوشن؟ يبقى احنا في الكونتينوس تايم بنقول لو ضربنا التو فانكشن في التايم دومين هكونفولف في الفريكوانسي دومين. ده التايم دومين وده الفريكوانسي دومين. لو انت ضربت في التايم دومين هتكونفولف فين؟ هتكونفولف في الفريكوانسي دومين. ولكن نفس الحكايه في الديسكريت تايم، بيقول لي لو ضربت في التايم دومين هكونفولف في الفريكوانسي دومين، ما عدا الكونفوليوشن بتاعتي على بتبقى على سنجل انترفال بيريود. سنجل بيريود تكون على ايه؟ على سنجل بيريود او فتره واحده. ليه؟ لان بطبيعه الحال الفانكشن بيريودك، عشان كده بنسموه البيريودك كونفوليوشن. عشان كده بنسميه ايه؟ بنسميه البيريودك كونفوليوشن. يبقى خاصيه الدواليتي خاصيه مهمه جدا زي ما قلت لك، تقول لي انت لو ضربت في التايم دومين هتكونفولف في الفريكوانسي دومين. لكن الفرق الوحيد ما بين الديسكريت تايم والكونتينوس تايم ان انت في الديسكريت تايم بتكونفولف على سنجل بيريود اللي هي 2 باي، بحكم ان الداله كده كده اصلا تحقق البريودستي كل 2 باي. اما هنا بنكونفولف على انفينيتي، فالفانكشن بتاعتي نون بيريودك كونفوليوشن. تعالى ناخد مثال مهم جدا. المثال ده بيقول ايه؟
المثال بيسموه modulating signal with another signal. Modulating signal with another signal. حيث x1 of n بتساوي minus 1 اس n. المثال ده بيقول لي ايه؟ المثال ده بيقول اي signal هعمل لها modulation مع السيجنال دي، اي سيجنال ايا كانت هي ايه، هعمل لها موديوليشن مع السيجنال دي اللي هي ماينس 1 تو ان او اكس 1، يعني هلاقيها كاني اخدت السيجنال الاصليه وقعدت امشي بيها من خلال التناوب مع الاشاره. يعني باخد السيجنال الاصليه وبقعد اغير في الماجنتيود بتاعها، مره موجب مرة سالب، مرة موجب مرة سالب، مرة موجب ومرة سالب. طيب دلوقتي عشان أطبق خاصية الموديوليشن هنحتاج نحصل على فورير ترانسفورم للإشارة الأصلية. كويس جدا. بالتالي الإشارة دي ممكن نكتبها بالشكل اللي قدامي ده، my x 1 of n بتساوي minus 1 into n اللي بتساوي e اس j by اوميجا او n، e اس j by n. ليه؟ لان e اس j by بتساوي سالب 1، هيتبقى لي n يبقى سالب 1 اس n. دي سيجنال بيريوديك، بسميها بيريوديك ايه؟ بيريوديك سيجنال. بالتالي عشان احصل على فورير ترانسفورم للبريودك سيجنال في طريقة اني جنريت الفورير سيريس كوفيشنت للبريودك سيجنال، وبعرف الفورير ترانسفورم كما لو كانت بالس ترين، واللي بيكون فيها ارتفاع الامبالس ترين متناسب مع الفورير سيريس كوفيشنت بعامل تناسب قيمته 2 باي. الكلام ده قلناه ايام زمان. تعال نشوف ايه هي الفورير سيريز للمثال بتاعي ده. الفورير سيريز لو انا بصيت على السينسيس ايكويشن دي، هي السينسيس ايكويشن معناها الفورير سيريز للفانكشن اكس 1 اوف ان. كويس جدا. لو بصينا على المثال هنلاقي ان الفترة بتاعتي بتساوي 2، ان كابيتال بتساوي 2. ليه؟ في الديسكريت تايم كنت بحسب فورير سيريز للفانكشن بتاعتي اوفر 1 بيريود، فوير ان البيريود بتساوي 2 في المسألة بتاعتي، يعني الفانكشن بتتكرر كل 2 بوينت. بالتالي هنلاقي البيريود ان كابيتال بتساوي 2، وبالتالي المعادلة بتاعتي اقدر اكتبها عبارة عن 2 تيرمز، x1 of n بتساوي a0 at k equal 0 e اس 0 ب1 plus at k equal 1 a1 e اس j 2 by over n into n small، n equal 2 مع هتروح مع الاثنين، هتبقى لي a نوت بلس a1 انتو e اس j باي n. لو قارنا التعبير ده بالتعبير بتاع الدالة الأصلية هنلاقي a نوت بتساوي 0، a1 بتساوي 1، أهو الدالة الأصلية بتساوي e اس j باي n. لو أنت قارنت ده بx1 اللي هو ده هتلاقي a0 equal 0 و a1 equal 1، الكوفيشنتس بتاعت مين؟ بتاعت الاكسبوننشال فانكشن. بكده قدرنا نحصل على الفورير سيريز سينثيسيس ايكويشن، جبنا الفورير سيريز سينثيسيس ايكويشن للبريودك فانكشن. لو حبينا نحصل على فورير ترانسفورم
من المعادلة بتاعتي اللي هي قدامي دي، هناخد الكوفيشنت ونجنريت منها الامبلس ترين اللي بنحصل عليها من حاصل ضرب الفوريير سيريس كوفيشنت لما اضربها في 2 باي. لذلك الفوريير سيريس كوفيشنت A0 هتساوي 0 و A1 هتساوي 1. لما نيجي نبص على فوريير ترانسفورم للدالة X1 of N، هنلاقي الزيروس كوفيشنتس اللي بتحصل عند الزيرو، هذا فوريير ترانسفورم للدالة بتاعتي، هحصل على الامبالس ترين عن طريق ان انا اضرب الفوريير سيريس كوفيشنت في التوباي، هلاقي الكوفيشنت اللي اسمه A1 بيحصل عند فريكوانسي اوميجا زيرو، وهلاقي ان الكوفيشنت A0 هيحصل عند زيرو و A1 هيحصل عند باي وماينس باي، باي و A و ماينس باي. يبقى النبضة بتاعتي هتظهر على محور الفريكوانسي لما احسب الفريكوانسي ريسبونس للدالة بتاعتي X1 of Omega، هلاقي الكوفيشنت بتاعي A0 هو عبارة عن A0، لأن A0 بيساوي 0 لما اضربه في 2 باي هيديني برضه 0، يبقى عند قيمة فريكوانسي 0 برضه هيديني 0. أما A1 هيساوي 1، A1 مضروب في فريكوانسي اسمه أوميجا، أوميجا هلاقيها معرفة عند باي وعند ماينس باي، يبقى واحد في باي بباي وواحد في ماينس باي بماينس باي، ده كان A ماينس 1 وده كان A1 مضروب في 2 باي ومضروب في 2 باي. خد بالك ان احنا لو كررنا الدالة دي هنلاقي الفريكوانسيز بتتكرر، لان الدالة او الفوريير ترانسفورم بيريوديك، وكمان الفوريير سيريس كوفيشنت بيتكرر بشكل دوري، وبنلاقي كل الكوفيشنت مضروبة في 2 باي زي ما قلنا، دي دلالة على ان السيجنال بتتكرر بشكل ايه؟ بشكل دوري. دلوقتي تعالوا نشوف ايه اللي حصل لو اخدت السيجنال دي او حتى X1 of N وعملت لها موديوليشن، يعني ضربتها في سالب واحد اس ان، سالب واحد اس ايه؟ سالب واحد اس ان. هنلاقي في الفريكوانسي دومين المطابق لعملية الكونفوليوشن، خلينا نفترض مثلا ان انا عندي سيجنال X2 of N، ادي X2 of N اهي، بلاش X1 خالص اللي احنا بنقول عليها EOS J by N، انا هفترض ان انا عندي سيجنال جديدة اسمها X2 of N، تمام كده؟ كويس جدا. الفوريير ترانسفور بتاع X2 of N هو ده الشكل اللي قدامي ده، بأي حال من الأحوال حسبنا الفريكوانسي ريسبونس للدالة اسمها X2 of N، طلع لي بالمنظر ده اللي هو عندي باند من الفريكوانسي معرف عند الزيرو والجيم بتاعه قيمته واحد والباقي كله ملوش قيمة، وبرسم الفريكوانسي ريسبونس بدلالة الفريكوانسي اللي هو أوميجا. خد بالك بقى، لذلك فوريير ترانسفورم اللي هي دي لحاصل ضرب X1 اللي هي ماينس 1 أس إن و X2 اللي هي الدالة ديت أيا كانت طبيعتها عاملة إزاي، هو الكونفوليوشن بتاع التو فانكشن. نفتكر لما بنعمل كونفوليوشن لدالة مع إمبالس ترين إيه اللي بيحصل؟ كأننا بالظبط أخدنا الدالة دي وحطناها مكان الإمبالس، وبالتالي هنلاقي نتيجة الكونفوليوشن بتاع التو فانكشن إن الطيف بتاع الدالة X2 اتعمل له شيفت عند باي وماينس باي. ده مش بس كده، ده الطيف هيبقى مش موجود عند ماينس باي وباي، ده هيبقى عند زود بقى بيريود عند 3 باي
وسالب 3 باي وزود بيروت 5 باي وسالب 5 باي وهكذا. يبقى لما عملنا convolution ل function قيمتها minus 1 اس ان اللي انا عبرت عنها باليونت بالس ترين بالمنظر ده، لما عملت لها convolution مع دالة تانية x2 of n ده اسمه modulation، بلاقي ان الفانكشن بتاعت الاصلية اللي هي x2 اتنقلت على محور التردد لمكان اليونت بالس ترين. الدالة كانت هنا، لما عملت لها convolve مع اليونت بالس ترين اللي هي الدالة minus 1 اس ان، راح نقل الدالة دي على الهاي فريكوانسي ماينس باي وباي، راح نقلها. يبقى في النهاية الطيف اللي قدامي ده اللي احنا بنسميه الفريكوانسي سبيكترا هو الفوريير ترانسفورم للدالة ماينس 1 اس ان انتو اكس 2 اوف ان، حيث اكس 2 هي السيكونس، الطيف بتاعه اهو اكس 2 اوف اوميجا، الطيف بتاعه او الفريكوانسي سبيكترا بتاعه اللي هو قدامنا ده اللي انا عمال اشاور عليه ده. في نقطة مهمة جدا بتقول لو عندنا سيجنال لها طيف معين، لو احنا عملنا لها موديوليشن او ضربناها في سيجنال تانية قيمتها ماينس 1 اس ان، ده يعني اننا غيرنا الاشارة، لذلك هتاخد اللو فريكوانسي ده وتعمل له شيفت عند الهاي فريكوانسي، يبقى يعمل شيفت للطيف عند الهاي فريكوانسي ماينس باي وباي، ومش ده اكتر من كده عند سالب 3 باي لانها داله تكراريه. يبقى في الاول هياخد الترددات المنخفضه، هياخد اللي انا بشاور عليها دي، هياخد الترددات المنخفضه وينقلها للترددات العاليه، وممكن لو هي كانت ترددات عاليه هينقلها للترددات المنخفضه. شفت ماينس 1 اس ان عمل ايه لما عملت له كونفولف مع داله ثانيه وعن طريق الموديوليشن نقل الداله اللي كان ذات تردد منخفض لو باس فريكوانسي او لو باس فلتر وحولها لهاي باس فلتر. كويس جدا. لما اتكلمنا عن السيكونس بتاع اي اس ان يو اوف ان، لان لما بيكون الـ A قيمة موجبة ما بين الزيرو والواحد بيكون السيكونس بتاعي بالمنظر اللي قدامي ده اللي هو الامبالس ريسبونس، وبيكون الفوريير ترانسفورم له بالشكل اللي قدامي ده، ده الفوريير ترانسفورم الماجنتيود بتاع الفوريير ترانسفورم. ولما كانت قيمة الـ A سالبة from minus 1 to 0 بيكون الامبالس ريسبونس بتاعي بالمنظر ده او السيكونس بالمنظر ده، وبيكون فوريير ترانسفورم له بالشكل اللي قدامنا ده. بيكون التسلسل ده او الامبالس ريسبونس متطابق مع الامبالس ريسبونس لما كانت الاي موجبه ولكن باشاره مختلفه، وبيكون الفريكوانسي ريسبونس مشابه جدا لفوريير ترانسفورم لما كانت الاي موجبه لكن معمول له شيفت بمقدار باي. لذلك لو فكرنا في A موجبة أو A سالبة هما الاثنين متشابهين جبريا فقط، بضرب الإمبالس ريسبونس في سالب واحد أس إن، وفي الفريكوانسي دومين الاثنين زي بعض بالظبط زي بعض، لكن بعمل شيفت للطيف او الفريكوانسي سبيكترا اللي هو طالع ده بسميه فريكوانسي سبيكترا بمقدار باي، بعمل له شيفت بمقدار ايه؟ بمقدار باي. دلوقتي نقدر نقول لو عندنا سيستم والسيستم ده
بمثله بلو باس فلتر with an impulse response h of n. ده الامبالس ريسبونس. وممكن يكون اي حاجة تانية تشبه اللو باس فلتر، او ممكن يكون ايديال لو باس فلتر. لو حبيت احول اللو باس فلتر ده لهاي باس فلتر نقدر نحوله عن طريق اننا نجنريت سيستم جديد بيكون فيه الامبالس ريسبونس عبارة عن ماينس 1 اس ان في الامبالس ريسبونس بتاع اللو باس فلتر. وبالتالي عملية الموديوليشن بمقدار ماينس 1 اس ان في الامبالس ريسبونس بتاع اللو باس فلتر، او عملية الموديوليشن بمقدار ماينس 1 اس ان بتاخد الفريكوانسي ريسبونس بتاع اللو باس فلتر وبتعمل له شيفت بمقدار باي عشان تحوله لهاي باس فلتر، او بتاخد الفريكوانسي ريسبونس بتاع الهاي باس فلتر وبتعمل له شيفت بمقدار باي عشان تحوله للو باس فلتر. شفنا ازاي نحول اللو باس فلتر لهاي باس فلتر. لو بصينا على اللو باس فلتر وعلى الهاي باس فلتر واخترنا الباند بتاع الترددات اللي انا عايزه اللي هي الكات اوف فريكوانسي، او بيسموها ترددات القطع، ساعات بيسموها عرض النطاق الترددي، الباند ويدث بتاع الفريكوانسي بتاعي، عشان يكون متساوي يعني الباند ويدث اوف ذا فلتر ويل بي ايكوال. بحكم ان الايديال هاي باس فلتر هو نفسه ايديال لو باس فلتر، بس الفريكوانسي ريسبونس معمول له شيفت بمقدار باي، هنلاقي خاصيه الموديوليشن بتقول في التايم دومين اللو باس فلتر مطابق للهاي باس فلتر فقط الامبالس ريسبونس بتاعه مضروب في ماينس 1 اس ان. يبقى الموديوليشن بتقول لي ان في التايم دومين الفريكوانسي الامبالس اللو باس فلتر هو نفسه الهاي باس فلتر، لكن الهاي باس فلتر الامبالس ريسبونس بتاعه مضروب في ماينس 1 اس ان عشان يحوله للو باس فلتر. يبقى خاصية الموديليشن بنستخدمها عشان نحول من اللو باس فلتر لهاي باس فلتر، ودي بتنص على ان الضرب في التايم دومين بيعمل شيفت في الفريكوانسي دومين. والمثال اللي احنا خدناه كان خير مثال، لو اخدت اللو فريكوانسي وضربتها في ماينس 1 اس ان هيحولها لهاي فريكوانسي. كويس جدا. تعالى بقى نفترض ان احنا عندنا سيستم، السيستم ده عبارة عن لو باس فلتر. السؤال: كيف يمكننا استخدام اللو باس فلتر كهاي باس فلتر؟ عشان نعمل كده بدل ما نقعد نعمل شيفت للفريكوانسي ريسبونس بتاع كل واحد، بقول لك احنا ممكن ناخد الإشارة الأصلية، ده لو باس فلتر اهو وده هاي باس فلتر، ده الفريكوانسي ريسبونس بتاع اللو باس، ده الفريكوانسي ريسبونس بتاع الهاي باس. قال لك خد بالك بقى، لو انت عايز تحول من لو باس لهاي باس ما تاخدش الفريكوانسي ريسبونس وتقعد تعمل له شيفت وتقرف نفسك، ده انت فقط بتاخد الإشارة الأصلية اللي هي اكس اوف ان وهنعمل شيفت للو فريكوانسي لهاي فريكوانسي، ومن الهاي فريكوانسي للو فريكوانسي عن طريق اننا نضرب الاشاره الاصليه اللي هي الانبوت سيجنال بتاعتي في ماينس 1 اس ان. وبعد ما اخلص واطلع الريسبونس بتاعي هعمل لها معالجه
باستخدام low pass filter بحيث ننقل low frequency مكان high frequency، وبعد كده أبدأ أفكها تاني عند الخرج بحيث هرجع اللو لو والهاي يرجع هاي. لو انت عايز تعمل اي حاجة وتحول من فريكوانسي لفريكوانسي تاني، اضرب الانبوت في ماينس 1 اس ان هيديك الريسبونس اللي انت محتاجه. لما تخلص اضرب تاني في ماينس 1 اس ان عشان ترجع الهاي هاي واللو لو. ده نفس اللي بيحصل في السيجنالز لما بنكون بنعمل عليها خصائص معينة. باخد سيجنال من مكان بوديها مكان تاني، باخد سيجنال من كوميونيكيشن سيستم معين بوديها مكان تاني، بحطها على كارير في الاول، بقوم محول لفريكوانسي، وفي عند الريسيفر قبل ما استلم السيجنال بقوم حاطط لها فلتر اللي احنا بنقول عليه ده عشان يفصل الهاي هاي واللو لو، يعدي الهاي او يعدي اللو طبقا لي انا عايز ايه في الخارج. يبقى فقط بدل ما اقعد اعمل شيفت للامبالس ريسبونس، قال لك خد الانبوت سيجنال اضربها في ماينس واحد، اعمل عملية المعالجة باستخدام اللو باس فلتر عشان ننقل اللو باس اللو فريكوانسي مكان الهاي فريكوانسي، وبعد كده هنفك السيجنال تاني عند الخارج عشان ارجع اللو لو والهاي هاي عن طريق ان انا اضربها تاني في ماينس واحد اس ان. بقول لك نفترض على سبيل المثال ان النظام بتاعي ده كان عبارة عن لو باس فلتر، يعني بيعمل لو باس فلتر لأي حاجة تجيله، بيعد بس اللو فريكوانسي. هم رايح جاي عند الدخل وأقوم عامل تبديل للهاي وللو، عمل تبديل للهاي فريكوانسي واللو فريكوانسي من خلال عملية الموديوليشن. يبقى نفترض النظام بتاعنا ده بيعمل لي ايه؟ لو باس فلتر، يعني بيعدي اللو فريكوانسي. انا هروح عند الدخل عند الانبوت سيجنال واقوم عامل ايه بقى؟ هقوم عامل موديوليشن، هقوم محول السيستم بتاع ده لو بعد ما كان لو باس هحوله لهاي باس، هقلب اللو فريكوانسي اخليها هاي فريكوانسي والهاي فريكوانسي اخليها لو فريكوانسي عن طريق عمليه الموديوليشن اللي هي ماينس 1 اس ان، عن طريق ان نضرب الانبوت في سالب 1 اس ان. وهعمل الفلتر اللي هو لو باس فلتر، هنلاقي ان اللو فريكوانسيز اخذت مكان الهاي فريكوانسيز للسيجنال بتاعتي. بعد ما الفلتر يخلص ويطلع السيجنال هقوم ارجع تاني الفريكوانسيز لطبيعتها اللي كانت عليها بقى الهاي هاي واللولو، عن طريق برضو ان انا اعمل موديوليشن تاني بماينس 1 اس ان. ودي فكرة مفيدة جدا جدا عشان نحول من اللو باس فلتر للهاي باس فلتر والعكس صحيح. بكده احنا اخدنا الفريكوانسي ريسبونس للكونتينوس تايم والديسكريت تايم سيستمز، شفنا بعض التشابهات والاختلافات المهمه ما بين الديسكريت تايم والكونتينوس تايم. عايزين بقى نلخص العلاقه ما بين الكونتينوس تايم والديسكريت تايم ونركز على اوجه التشابه واوجه الاختلاف ونقارن ما بينهم. الاول تعالوا نبصوا على الكونتينوس تايم سيستمز. يبقى لو بصينا على الكونتينوس تايم فورير سيريز اللي هي بتتعامل مع البريودك سيجنال، لو بصينا على الكونتينوس تايم فورير سيريز في حالة الكونتينوس تايم فورير سيريز بيكون عندنا بريودك فانكشن، الفانكشن دي نقدر نعمل لها اكسباند كما لو كانت لينير كومباينيشن من الهارمونيكلي ريليتد كومبلكس اكسبوننشال فانكشن. وشفنا ازاي بنطلع الاناليسيس ايكويشن
اللي بتقول ازاي بحصل على فورير سيريز كوفيشنت. دي السينسز ايكويشن ودي الاناليسز ايكويشن. الاناليسز ايكويشن بتقول ازاي بحصل على فورير سيريز كوفيشنت من خلال الانتجريشن بدلاله الاوريجينال تايم فانكشن اللي هي اكس اوف تي. في الحاله دي انا معايا الفانكشن الاصليه وهي كونتينوس بيريودك تايم فانكشن. في النهايه لما بنحسب الفورير سيريز في الفريكوانسي دومين، الفريكوانسي دومين اللي هو عباره عن سيكونس من الفورير سيريز كوفيشنت، واللي في الحقيقه هي انفاينايت سيكونس اللي بنعبر عنها بجميع قيم كي. بعد كده رحنا عممنا الموضوع على الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم. لما عملنا كده لقينا ان السينثيسيس ايكويشن في فورير سيريز بقت فورير ترانسفورم بقت عباره عن الانتجرال ريليشن شيب ان فورير ترانسفورم، وبكده حصلنا على الكونتينوس تايم فانكشن. بس كانت الكونتينوس تايم فانكشن هي النون بيريودك سيجنال، بتمثل كما لو كانت لينير كومباينيشن اوف انفينيتيسملي كلوز انفريكوانسي كومبلكس اكسبوننشال ويز كومبلكس امبليتيود given by x of omega d omega divided by 2 pi. وكمان عندنا الاناليسيس ايكويشن اللي بتقول ازاي بحصل على x of omega من الاشاره الاصليه، وناخد بالنا ان الاشاره الاصليه هي اشاره نون بيريوديك غير دوريه، وبالتالي x of omega هي continuous function of frequency وهي non-periodic signal. نفس الاستراتيجية دي في الـ discrete time system، مشابهة جدا للـ continuous time مع بعض الاختلافات، بينتج عنها علاقة بسبب بعض الاختلافات بين الـ continuous time والـ discrete time. هنبدأ بالديسكريت تايم فورير سيريز عشان نمثل البيريوديك سيجنال من خلال مجموعة من الكومبلكس اكسبوننشال، واللي في الحقيقة بنحتاج منها فاينايت نمبر معرفة على فاينايت انترفال. ليه؟ لأن عندي فقط فاينايت نمبر اوف هارمونيكلي ريليتد كومبلكس اكسبوننشال، ودي خاصية متأصلة من الكومبلكس اكسبوننشال للديسكريت تايم، وبالتالي الدالة هلاقيها دالة تكرارية عند كل بيريود لإن أيا كانت قيمتها 2 باي أو 2 أيا كان. في النهاية بحصل على الديسكريت تايم فورير سيريز كوفيشنت، بطبيعة الحال هي دالة تكرارية أو بتتكرر بصورة دورية بسبب ان الكومبلكس اكسبوننشال اصلا بتتكرر بصوره دوريه. بعد كده استخدمنا عامل مشابه للكونتينوس تايم للانتقال من الداله الدوريه للداله الغير الدوريه، شرحناه بالتفصيل، وانتهينا بعلاقه بتوصيف النون بيريودك سيجنال واللي فيها السينثيسيس ايكويشن اتحولت من سيجما لانتجريشن. ونظرا لان الترددات بقت متقاربه جدا وبتتضمن ترددات فقط على انترفال اوف 2 باي، والامبليتيود فاكتور هو اكس اوف اوميجا ل دي اوميجا ديفايدد باي 2 باي، الاناليسيس ايكويشن اكس اوف اوميجا بقت سيجما بتتضمن كل قيم مين؟ كل قيم
x of n. بالتالي الاختلاف الرئيسي ما بين الكونتينوس تايم والديسكريت تايم، زي ما قلنا الديسكريت تايم هو ديسكريت تايم والكونتينوس تايم هو كونتينوس تايم، لذلك الكومبلكس اكسبوننشال ديسكريت تايم ار نون بيريوديك ان ديسكريت تايم. وكمان هنلاقي ان السيجنال هارمونيكلي ريليتد بيريوديكلي ريبيت، في حين ان في الكونتينوس تايم مفيش الكلام ده، ده شفناه كله. في حاجه كمان مهمه جدا هي خاصيه الدواليتي. لو رحنا بصينا على المعادلتين دول السينسز ايكويشن والاناليسيس ايكويشن في الكونتينوس تايم لو كانت السيجنال بيريوديك، واضح جدا جدا ان مفيش دواليتي ما بين المعادلتين اللي هي السينسز ايكويشن والاناليسيس ايكويشن. مفيش ايه؟ مفيش دواليتي. ليه؟ لان السينسز ايكويشن بتتضمن سيجما، اما الاناليسيس ايكويشن بتتضمن انتجرال، بالتالي مفيش دواليتي في الكونتينوس تايم فورير سيريز. في حين ان بالنسبه للكونتينوس تايم فورير ترانسفورم احنا بنتكلم على نون بيريوديك تايم فانكشن، وكمان نون بيريوديك فريكوانسي فانكشن. في الحقيقه لما نبص على المعادلتين دول هنلاقي ان الدواليتي واضحه جدا ما بين السينسيسز والاناليسيس ايكويشن، لان التايم فانكشن هي الفريكوانسي فانكشن. ان التايم فانكشن هي مين؟ الفريكوانسي فانكشن، الفورير ترانسفورم. يعني في الديسكريت تايم فورير سيريز خاصيه الدواليتي واضحه جدا، لان عندنا بيريوديك تايم فانكشن، وكمان في الفريكوانسي دومين السيكونس اللي حصلنا عليه هو بيريوديك. ولو بصينا على التعبير الرياضي بتاع كل فانكشن هنلاقي الدواليتي واضحه جدا، سيجما وسيجما وبيريوديك فانكشن وبيريوديك فانكشن. لذلك الديسكريت تايم فورير سيريز لها خاصيه الدواليتي. اخر حاجه الديسكريت تايم فورير ترانسفورم دي بطبيعه الحال بتفتقد مفهوم الدواليتي، لان بكل بساطه في التايم دومين الداله انهيرنتلي يعني ديسكريت، بينما في الفريكوانسي دومين الداله انهيرنتلي بتبقى انهيرتد كونتينوس. هنا الداله بتكون ديسكريت، لكن لما بحصل على الاناليسيس ايكويشن بلاقي فورير ترانسفورم بقى فانكشن في كونتينوس فاريبل اللي هو اوميجا، لذلك مفيش دواليتي. في حته كمان مفهوم مهمه جدا في مفهوم الدواليتي نقدر نشوف الجزئيه دي جبريا من خلال المعادلات ومن خلال مقارنه كونتينوس تايم فورير سيريز مع الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم مع الديسكريت تايم فورير ترانسفورم اللي هي الجزئيه دي. في الكونتينوس تايم فورير سيريز الداله في التايم دومين بتبقى كونتينوس وبيريوديك، في الفريكوانسي دومين بتديني النون بيريوديك سيكونس، ده حقيقه. انما في الديسكريت تايم فورير ترانسفورم الداله في التايم دومين هي نون بيريوديك، وفي الفريكوانسي دومين هي بيريوديك على كونتينوس فاريبل، ده احنا قلناه. لو بصينا على العلاقه ما بين الاثنين هنلاقي فيه دواليتي ما بين الكونتينوس تايم فورير سيريز وما بين الكونتينوس تايم فورير ترانسفورم. احنا كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا، اتكلمنا على فورير ترانسفورم في الكونتينوس تايم وفي الديسكريت تايم، اتكلمنا على الخصائص الهامة زي الكونفوليوشن والموديوليشن،
شفنا ان الكونفوليوشن بتقود لمفهوم مهم جدا وهو مفهوم الفلترنج، والموديوليشن بتقود لمفهوم مهم جدا وهو مفهوم الموديوليشن. اتكلمنا باختصار عن كيفية تأثير هذه الخصائص على يعني على المفاهيم العلمية بتاعتنا، ازاي بنحصل على الفلترنج، وازاي بقى بنستخدم الخصائص دي عشان نحول من لو باس لهاي باس فلتر. ان شاء الله في المحاضرات الجاية هنركز بشكل محدد على مفهوم الفلترنج ومفهوم الموديوليشن، لانها بتمثل يعني حجر الزاوية في كتير جدا جدا من معالجة الإشارات، سواء كانت معالجة الإشارات الرقمية أو سواء كانت معالجة الإشارات العادية. أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.